شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل زينوبة. شبيه زينوبة مانا بس؟ ايه جاتوا تشوف. يعطيك فوفا. هاي نتقابلوا بعتي على غادي اوكي؟ هاي تشاخ. صباح الخير زينب. صباح الخير. مانا بس؟ قامت هالصباح وحطت الطاولة. نقول لك مرتك بها حاجة. هات البلا صح عندي خدمة. نعم نعم. اي مش تقابل انا وفوفا ومدام جنات مش نحكيو في المشروع ونتقاسموا المهام. مدام شكون؟ مدام جنات. اي من شنو تحبي نعيط لها في الصالون تاعي؟ خالتي جنات ولا نانا؟ تقصد الصالون نتاعكم تيلي هو شو انا مازالي درجين ونخرج راهو. كنت تحب ترسكي معايا في التاكسي ازر بروحك. توت سويت مدام زينب. اسمع وقايم فاطمه معاك خلينا نوصلوها في ثنيتنا. حاضر مدام زينب. هيا سيدي على زينوبه تصول وتجول وصوتها يولحش في الدار والله ما احليك هكا. يا بالحق مامي فضيله. اسمع ما تفسدهاش انا لا مامي ولا مدى انا امي يا امي. صباحون. صباح خير. فوشي صباح خير. تمشي معايا الكوشة مش خبزة. نعم نعم. فاش قام بابا ماشي الكوشة على الصباح. أمان امشي معايا ونسني. باهي نمشي معاك على شرط. تخلص عليا ديريكت وكعبكيك في الكافيتيريا بتاع الجو. والله يا خويا فرانك ليه؟ تعبت حق الخبز قداش تعطيه ولي بالفرنك. أنا يا خويا أنا غالب إن شاء الله ما نرجع. حق صباحون استنى. أنت ماشي الكوشة جيب لي في يدك واحدة باقيتهم 200 وخلي الباقي عندك. الباقي تعبني. صباح خير اختي صانية. صباح خير. صباح. بربي منين سافا قايمة من الفجيري ماكش ترا في حالتي. وانت لواش قايمة من الفجيري؟ ممكن فما قضية ولا حاجة قولي تو انا نمشي نقضيها في بلاصتك. زا
زعما تنجم تراجع في عودي وبعد ما عشان تكمل تعجن امتحان في بلاستي. ما نسعكش ترجعوا بالابتدائي. نعم نعم، ما انا نحب نذكرك يا سيد اللي انا عندي دبلوم في الكوجينة. يا شاك طلعت متخيزه. لا دبلوم مهني وبرا. قل لي سوري يا اخي نادي كيف سبب ما تعطتلكش تلقاها صبح طريق. سي نورمال كان جا جو ولا حاجه راهي من فجاري وهي هوني. وانت شو مقلقك؟ لا حبيت نوقظك على خاطر الصحبه مش كان للجو بركه لله. ليلي تهنى انا نجي عملتها صاحبه للجو بركه سافا. سنة تنصيحك في الزيت يعني ماشي تكونش. ميرسي يا سبوعي هكاك تونسني شويه. نانا اش تعمل يا اخي؟ التو ما طيبت القهوه وهي قهوتي باش تطلع بن من قهوتك. قول حساباتك ابجل. بناتنا عندك الحق، راهو مشروع العمر راهو يا بنيتي اللي يقول لك حاطه فيه 25 مليون. 25 هو باش يتكلف. هي اما مربوح ومضمون. اللي نساله يقول لي هذاك اللي ماشي هلا يا مات. وشكون باش يقف عليه المشروع؟ انا. وهو باش يجي من بعد نزيدو نتفاهموا. امان نانا بربي نحب نخدم معاكم في هالمشروع. انا كي الاخر نبدل الجو راني فديت من قاعده الدار. نخدم معانا والبيبيات ليش ني المشكل؟ تو نعودوا كل صباح نهبطوهم ونخليهم عندهم فضيله. زعما ترضى لك؟ شنو هي ترضى؟ كان لازم نعود نبيت بحذيها. لا لا كيكا ما يساعدنيش، معناها انا نرجع البيت وحدي في البلاص. ليه نانا تهنى؟ تو نخلي بحذيك اسبوعي. اسبوعي؟ ليه يا بني؟ ليه شعمتلك؟ يا ابني تاي برا برا طيب انا القهوه برا. مي سي با بوسيبل. لا عاد لا حشمه لا جعره. رجال باش ياكلوك بعينيهم في الشارع. الاخر يحترموني انا. شو نعلمك يا سيد اللي انا ما زلت صغيره نطنطن والرجال ما يتلفتوا كان لحليلاتهم. لا تهنى هكاكا، حتى اللي حال حليلاتهم ما همش منعين. تيان تي هيدا لندجيت تي ما تجي قبلك هكا. هذيك يا حسره كي كانت تجي قبلي على خاطر الخدمه. توا سيادتها تجي بكري باش تبدا تتمعشق هي وخطيبها بالسكايب. صح عليهم. بون وسيم عارفي والمدام وصلوا. بيه بيه حتى انا زايده بار. مرحبا بيك مدام. صباح الخير دكتور. صباح الخير. عسلامة دلندا. وسيم يسلم عليكم برشا. باهي. يسلمك ويسلموا. قل لي راك توحشتوا برشا غادة؟ شنو توحشتوا مدام؟ تي عرف اللي بون راني في بيرويا انا. قل لي عندي رونديفوات بكري؟ مش قبل العشرة دكتور. انت وقتها مروحة؟ عليه تحب تزيد تعاود راسكي معايا في المرواحة؟ قصدي قاعدة للفطور ولا؟ ما نعرفش. نقع شوية بحظة دلندة حتى تجي فوفا. تري تري بيان. مرحبا بيك مدام. يعيشك. الحق ما نجمش نقعد راسي راسها عزة. مانيش فرد جو بالكل. وخلي عاد ناناتها. ربي صبرني. تعرف كان مش من الزز والفلوس شوية. سامحني مدام ما فهمتكش. هابو؟ صار انت ما في بالكش بمشروعي جديدة؟ إجا نحكي لك. شو؟ سي بوجيكا شد هاي الباكيت نتاعك واو باقيك خليه عندك مانيش في حاجه ليه. سامحني عاد كان بديت عليك خاطر قاعده نرو بالضي انا وصنيا. تعرف بوجيكا عندك العق طلعت طبله باهيه وصاحب جو وفرلاك طلعت تعيط لي شاعر الكولوار. وصلت حتى المحطه وخليتها بعد اصحابها. مش تعرف ولاد بابا بابا هكا هوا الخلطه بولته والجو يعدي الكل مكانات يا صاحبتها. يا اسبوعي لو كانت تبعد عليها توتلي. فوجيك ندبر عليك كلم بوها وصب له سبب صاحبتها. ما كنت زعيم عاد في تي قصدي ماك صاحبتي وبوها تو يحكم عليها ما عادش تشوفها وبالكش مالكش تقولي تعبك. امان يا اسبوعي تعدي عليها في وقايت باهي. صباح الخير. صباح الخير اختي صوفيا. صباح الخير. انت زاده لك زمان قرب. انا ما عنديش مشكله مع ليك زعما حضرت له من الوسط العام. صحيتك اللي نحبك وربي نرشك. سامحني اختي صوفيا. تفضل. انت ما تقرا تغذيه؟ اي نعم. علاش؟ خاطر عندي صاحبي قريب يترشق من التغذيه
هذا حبيت نسألك، زعما فيه دواء ولا صيفة فيه الفوت؟ عيب سي فشفوشة. وشي؟ اللي هو، أما راهو مش باهي كيف تعايب واحد ببدنه، خاصة وإني الحالة هذه مرض ما هيش عاها. برافو، سمعتك سي فوشيكا خاطرك ماهيش عاها. مثلا انت هك ذمية مو ماضي، نحلف عليك كنت تحط قدامك الماكلة وتبدا هيت هيت. هيا خاطركم. فوشيكا امان تعملي فوتوكوبي على البولو اللي كليتو، نحب نحطو في كوادر ونعلقو في بيرويا. ان شاء الله مبروك مدام زينب، وان شاء الله مشروعكم ينجح، وتهنى من توا باش نعملك بيبليسيتي. ميرسي دلندا عايشك، ونحبك تولي كليونت عندنا عاده وتنعمل لك سو. انا مدام شعري ارطب والبوم تاعي صافيه، ما نمشيش للي سونتر. تي ما يديك هي الغلطه، بالعكس اذا كان انت هكا في الناتوريل تصور روحك تقد كيفاش تولي. ها الا ما مرت عارفك ما عادش تخليك تحط ساقك في البيرو. اسبوعي اختي زينب مبروك عليك بيرويا. يعيشك. تعرف اللي ذاك عرقوب بيه؟ ان شاء الله اسبوعي ان شاء الله. ندو نمشي نعمل فطور الصباح ونجي. اختي زينب تحبش نعمل لك كسكروت زبده معجون ولا شبيه وعسل؟ يعيشك ميرسي يعيشك. عظمه مقليه طرف فريت وطرف ماني قلت لك ليه؟ على كيفك. قل لي فاش كنا نحكي؟ علينا على السنتر اللي باش تحلو. صباح الخير. صباح الخير. دكتور وحدوا؟ وي مدام حنان، اما راك ما خبيتش رونديفو في العاده. وقتاش باش تبرا هادي؟ انا ما جيتش على الكونسلتاسيون، جوست حبيت نصرع على عرسي. تفضل هادي لانفيتاسيون تاع لوتيا. ميرسي. سامحني مدام، واش انت مرت الدكتوره؟ انا هي. سلام دنيا، هادي لانفيتاسيون تاعك. ميرسي، ان شاء الله كل شيء بتمام. عايشك. مدام حنان، كيف مش تعمل مكياجك وحمامك ومشطك؟ ما زلت ما قررتش، هما لي سونتر كثروا والله حرت. يا ملا صدفة، انت هاي مدام زينب قريب تحل سونتر في النصر، علاش ما تتفاهمش معاها؟ في النصر؟ انت هنا جيران. احنا بينا نقلنا ولينا نسكنوا في النصر. انا عرسي بعد شهر، وقتاش تحل انت سونتر نتاعك؟ ان شاء الله جمعتين اخرى. إيه بي عطاو ناخذ نمرك من عند المدمازيل، وكان هكا نكلمك نتفاهموا على اللوطيه والعرس. مرحبا بيك، وان شاء الله ما تمشي من بحدنا كان فرحانه. ميرسي يا مدام. وهذه لانفيتاسيون نتاع صديق والعرس في قمرت. لا ولا ما تمدها له لانفيتاسيون هذيك كان بيدك. دلندا اطلب لها الدكتور. الو دكتور. مدام حنان. اي هوني. اي مازلت هوني. الله يبارك. او خارج. ميرسي. حقه خليني نقول لك من توا، كيفك كيف المسيو نتاعك؟ انا راني نجي من غير رونديفو. مي بيان سور. عسلامة دكتور. عسلامة مدام حنان. انت عايشة سيربريز هذي. اي تفضل تفضل. عايشك. والله يا زينب ما في بالي بها جاية. ميسالش مالها الا الكليونت نتاعي، نقصد الباسيونت نتاعك. برا عاد ما تخليش المراه تستنى برا. وحدك يا دلندا في الماركتينغ تعرفه؟ والله عنده الحق سليمان كي يشكر فيك ويقول اللي انت ياسر بروفيسيونيل. ميرسي مدام. قل لي دلندا قداش يخلص فيك عارفك؟ ماك تعرف عاد مدام. ايا نزيدك حويجة وتولي تخدم معايا. تريك لي بيان، ان شاء الله بدو بتمام. جرب يقول لي كيفاش طحت بيه هذا سي باولو بنيني. تي اللي عاد دكتور اقرا تحت باولو من اللي استسلم ولا اسمه بليل بنيني. لا سامحني، نقولوا اسلم مش استسلم. كانش استسلم ليك انت سي بلال بنني. يا اخي مش كنت تقول دكتور اللي الحب ما عندوش حواجز لا في اللغه لا في العمر؟ يا اخي قد عمره هذا، ما تقوليش ساق في برجل وساق. حق استسلم، ساق في الزلاز. بليل عمره 25 سنه، اون دافير وعنده معمل حوايج سنين في تونس. باهي باهي، مبروك ان شاء الله، مبروك عليك.
ان شاء الله بالهنا والبركه. وسامحني ان فعلت شويه خاطر نسيت روحي اللي انا مانيش في كونسلتاسيون. يا حسره على الكونسلتاسيون. انا يا دكتور ملي عرفت بليل حس في روحي بيت. يا باهي الفايده كي ارتحت وكها. بون خلينا نمشي انا دكتور. برا تمشيشي ما تمشيش عاد. لا نجي نجي علاش ما نجيش نجي. أنا نقول لك إن شاء الله مبروك. عايشك ميرسي. مش لازم. تفضل. إن شاء الله مبروك مدام حنان. ميرسي. عايشك. ميرسي. ما تنساش تجيب معاك المدام. العاقبة ليك مادمازيل. هنا أنا سيي واسمه عربي دوريجين. هاكا كالثيرابي ولي سيونس. جا واحد طليان طايح كل شيء في الماء. سيدي خويا يا اخي مش حرام كي تعرس واحد قاوري. هو قالت لك استسلم معناتها ولا حلال مو حلال. معناتها انا كان حبيت ناخذ واحده قاوريه ما نعرف بها لما تستسلم. معك انت بلوتو يلزمها تسلم امرها لله. دلندا دلندا اطلب لي محمد علي في ساعه ارجع. محمد علي دي ميدو ميدو اطلبه لي قبل ما يبدل اسمه حتى هو. حاضر دكتور. انا حسبت الهبوط وكره عام يطلعوا تقريب 60 مليون. يقعدوا لنا 15 مليون لتصليح المحل والدهينه وخلاص الخدامه. اي وما تنساش شراء الماتريال، لازمنا نشريو ماتريال جديد، الطاوله نتاع المساج، الماكينه نتاع لوبيخ سونا، وسورتو الماتريال نتاع سال دو سبور. يا اخي لازمنا نشريوه جديد. والله قلت الحق. علاش مش نهار لحد نعملوا دعسه للملاسين؟ والله العجب غاديك تلقى. هاي شو حكاية الماتريال خليتها نحكيو فيه من بعد، هات نشوفوا البيرسونيل. ما يلزمنا استيتيسيان واستاذ نتاع سبور وكينيل المساج. لا لا انا سالت على الجماعه هذوما يا ميمتي قال لك يغنيو برشا. انا من رايي كانك على المساج هاو نعرف امراه كبيره حارسه في الحمام باللازمه عندها سيف التمسيده اللي يقول لك وطرده بالفين برك. هاي حارسه سبابا يا اخي تحكي بجدك؟ ليلي والله نفضلك. نحسيه بزيدة. ايا تفضلوا مرحبا بيكو. يعيشك عزة. من غير مزية. شو انا يظهر لي يلزمنا نشوف واحد يعمل مساج على قاعدة. نانا هز قهوتك. علاش مش عزة تمثل؟ والله والله في الحمام عندها تمسيدة اللي يقول لك وبلاش. حمام أنكوغ. بيه انا نمسد لكم ما يقلقنيش اما على شرط نمسد لنسى برك رجلي ومش بلاش. اي ورجال شكون باش يمسد لهم زعما شكون مدام جنات. لا لا تيان مدام جنات تعرف الفرنسويه تولي شيم مدام جنات هكا كيقولوا السونتر شدتها واحده فرنسويه. يا والله ببليسيتي هبال السونتر. اضرب عندك يا نانا. عزة شو حكيت نانا وخالتي في السونتر بربي لي تفهمنا؟ يا من المشروع باش يتسمى باسمي اللي باسم مدام جنات. يا مدام جنات. سالي ميدو في بالكم ياسر وليت تمشوا فيها وتجيبوا يا جماعة. واو شنو هالحطايط؟ عجبك اللوك؟ بلا ستيل عندك وارد مانكا. لطف عليا قالوا مانكا انا ارتيست نحب الدانس ونتفنن في الغلوكاج تاع كل ما هو فيزاج معناها انت خليقتك نقلبها لك. يظهر عليك. قول لي كملتش قرايتك؟ امتحان تنظري عديته. تقصد النظري؟ هذاك هو تعدى حلوه وما زال التطبقي. شو هذا يعلمكم تعملوا مطبقه؟ ديما غيقولوغ مامستو لوكزا ايش نفهمك ناخذوا واحد بوتي كيفك انت وتطبقوه هكا وما قلتلكمش طبقت كرب بابا بابا اعطاني الكرب. ايوا كي سمعت الضحك عاتي مسد عرفت اللي انت جيت. صباح الخير دكتور قالوا لي انت حاجتك بيا اورجون. جو بربي اورجون هذاك علاش انت عملت ترتيحه نتاع ضحك وزهو. مش خير من الضحك دكتور. الخدمه بابا بابا اجي معايا نقدمك للجماعه. واه انا جماعه الخدمه اللي قلت لك عليها باش تعمل اونترتيان دومباش ويلزمك تنجح فهمت؟ ساعدني دكتور. دكتور ما عندك كان رجال وتتشوف. اي قاعد نشوف. هيا هيا فيس خليها عندك استنى ساعه استنى شوف ملي تفهمنا ما عادش نرجعوا لها الحكايه هذه راه ونزيدوا نعاودوا نتعاركوا عليها. مادام جنات تشد الكاسه
انا نتلهى بالبيرو الحسابات والخدامه والسلعه، وفوفا تستقبل العباد وتنظم الرونديفوات. عزه قوم حل الباب قوم. وينه مش نخدم معاكم؟ انت قمت حليت الباب الساعه؟ اش بيكم يا عزه ساعه كامله باش تحلوا الباب؟ سامحني خويا سليمه، كنت لاهي مع الجماعه. هاي تفضل ادخل. عسلامتكم. يا مرحبا بيك في داري يا خويا، تفضل تفضل اقعد. عزه برا مش يعمل له قهوه. لا 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 جناتي عايشك. مزروب عندي مريض قريب يجي. شو انا جبت لكم الوليد محمد علي اللي حكيت لك عليه. شكرا شكرا، احسن بروفيل لهالسونت اللي باش تعملوه. زينوبة كيسي محمد علي تي واحد شد صحيح سليمان يحب يخدمه اتون بارولوه. تفضل اهوا هذي. عسلامة. عسلامة. عسلامة عسلامة. تفضل تفضل. هيا اقعد اقعد. ميرسي. تشرب قهوة؟ ليه عايشك باد كافيين يشيح الشعر وينقص من التود بينيتراسيون تاع الفيتامين ال. تري تري بيان، راني في بيرويا، تعدالي قبل ما تروح. حاضر دكتور. قل لي سي محمد علي، سليمان قال لي اللي انت تقرا في الاستيتيزم؟ اي اختصاصي فيزاجيست. بشوية علي، فسروا لي بالعربي. فوالا، الاستيتيزم هو جمال خاص بالبدن بصفة عامة. الفيزاجيست هو جمال خاص بالوجه، يعني ينصح العباد شنو المكياج والمشطة اللي تمشي معاهم. واللبسة زادة كان لزم حاجة. ارحم من قرة ورة وليدي. ميدو انا مثلا شنو اللوك اللي واتيني؟ يعيشوا اللوك. خل نشوف انت وخيتي يزمني عشوية كاملة باش نفسر لك. سامحوني شوية بتاكا. شنية هادي تابع الاختصاص متاعو؟ يا خالتي جنان فوفا. يا مدام جنان تاكا معناها دكيك. سارة وانا من الاول صخيبو يحكي عليك الدواء. بست بست اسبوعي. وي بيجي حاسب حاجة؟ ليه وكيل انا راه في حركة في دار خالتي جنات تسمى. شنو بشبوشة؟ واللي تنسس حتى على بنيات ديولاتك؟ يا ويدي مش نحكي على بنت الفلاح ولا بنت صاحبه البنكاجي، نحكي على دار خوك سابقا. اي ما نقول من الاول دار خالتي جنات. اي وانا اش قلت لك؟ باهي شحب تعرف انت تحب تعرف علاش اختي زينب صاحبتها بحال خالتي جنات؟ اي وتحب تعرف زاد علاش سيدي خويا هز ميدو وخلاه في وسطهم وخرج. اي اي وتحبني نحكي لك زاد على المشروع الجديد بتاع الجماعه. اي احكي لي احكي لي. وش يا سيدي خويا؟ ازن ودي وقت احكي لك بالتفصيل. اش فما ما لاباس؟ لا لا ما فما حتى شيء. وانت سيدي اش تعمل لبرا هون؟ هذا شيء عمل باجي عيط لي وقعد يسال فيا شو اللي صاير ويدار خط الجنات. سارة انا كنت سقسي فيك. تري تري بيان، ايا برا انت برا، برا شد بيروك. والباجي تو نحكي معاه انا. شنو اخويا باجي؟ ما زلت تتبع في حكايات النساء؟ انا ابدا عمري ما دخلت خشمي في حكايات ما تهمنيش. ملا علاش تعمل في سين وجيم للطفل؟ ليه نسل فيه برا ما فهم شيء. تعرف يا باجي انا يلزمني نعدي عليك والله سانسيرمون على خاطر التنسيس بتاعك هذايا ولا لك مرض نفساني. سوا سليمان رديتي مهبوله؟ لا 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 انا ما قلتش مهبول، اما جوست بسيكوبات. هيا هنيتني. قل لي المرض هذا معدي؟ شنو معدي وما يبراش هكا؟ ملا المراه نتاعي هي اللي عدتني. تعرفش كان يعيطولها في الحومه؟ كان يعيطولها البريد السريع. وطوم ماشيين فيها خالتي عدي السل. هاي النكته نتاعك هاي لا ياسر، احكيوها لك ولا سمعتها في تنسنيسها؟ يعطيكم شيحتوني ريقي. دونك باش نعملوا دي كابين مقصورات مدام جنات. جدوغ. بون الكليونت اللي تدخل نعملوا لها قاوق نفرحوا بها. وانت تزغريت تزغريت فادلك مش زغرت بالحق. اي ما اسمع انت تنجم تخدم الخدمه هذيك كل وحدك؟ ما يلزمش تكون معاك زعما؟ بيان سور يلزمني اسيستون. تصورني نعمل الشيء هذاك الكل وحدي؟ جو بو با. بون فيما يخص السال دو سبور مش لازم نجيبوا من الاول بروف ديديوكاسيون فيزيك استاذ تربيه بدنيه مدام جنات.
كيلو بعلينا ربي وتولي ثم الدموند وقتها نجيبو يحضها ولبدن ويعمل مسكولاسيون كيما أغنولد شفاغزينيغير جادوخ. أما يريني سباحك هو أوه علاش مش نهار كامل؟ أنا يظهر لي سي بلو غونتابل. غونتابل معناها تدخل الفلوس. هذه يلزمني نحفظها. روتاب 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 سالة العشية نردوها كوغ دو دانس. نانا معناها دروس متاع شتيح. إي أما أنا مانيش موافقة. ميلا ترسينا نخلص واحنا بروف دو دانس؟ لا لا انا يدوري امونا في تو مش لازمه بروف. وين اش نعمل هوني الراني سالسا اورينتال والهنداوي تخيز على مو تو كلزم رانيهم تكتونيك زاده. شنو هي التكتونيك؟ واه شطحه مدام جنات بدعوها طيبه نتاع الحمام كي نقصت عليهم الخدمه. تعرف سي محمد علي والله سليمان عنده الحق كي شكرك. انا من الاول قلت يحب يجيب لنا واحد من معارفه باش يتجس علينا. يا اخي ظهر عنده الحق، انت الراجل المناسب في المكان المناسب. ميرسي عايشك، ايا شالا ديما تحت حسن الظن انا، مش هكا يقولوها؟ ايا خلينا نمشي معك بخير. انت ليه عادي محمد علي؟ مازلنا ما حكيناش في الشهريه. واه مش مزربنا نحن، تنحكي المره الجايه، ما عادش بكري توا الدكتور استنى فيا، خلينا نمشي تشاو. سي محمد علي. اما نيجا نقول لك فرحك، بلاش كوندويت، نجم تعيط لي ميدو، سي بلو سامبل نو؟ ميدو ما قلتليش كيفاش نجم نتصلوا بيك؟ www.ميدو.com. نو 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 فضلك ايش نقول لك؟ انا بور لو مومون ما عنديش كارت فيزيت، اطلبوا دادو تقول لكم على كل شيء ويتصل بيا. تشاو جو فوز ادور مدام جنات. شادور محليها. اخوتي محليها. اخوتي عسل. هيش هيش انا هيش اقول لك هيش تعرفني هيش ما تخافش حالتي بيك هيش. اصلا انت زاد عيطولك جماعه شكونك انت ساعون؟ انا الباجي ماتريكس حبيب الجماعه. سي الباجي ماتريكس سامحني نسمع بيك اما مش اش قلت لهم؟ تحب تعرفها؟ ايش نقول لك؟ قلت لهم الكلام اللي قالوا سي الباجي ما عندي ما نزيد عليه واللي قالوا هو هذاك هو. عاد ابي للدار من عمل النهار. يا فطومه يا حسره على الغنايه هذيا من قاع الخابيه. ترى وريني فاش طلع. امين معلوف لي جاردان دو لوميير. اي غطسه فيه من العشيه. فاطمة بلاي قل لي ريتش وين حطيت انا ورقة الجارانتي بتاع التلفزة؟ ليه عليه؟ على خاطر يظهرني فيها ديفو من الدار حتى كي تبدا طافية تسخن من ايش زعما؟ ما نعرفش. لا وحتى التليكوموند انت تطفيها وهي تنقز وتبعد عليك تقولش عليك ما كنتش تستعمل فيها. بيه بابا واحد بليش مرة ذي هك غلبتني. غلبتك؟ علاش؟ والمرات الاخرين ما غلبتكش فيهم؟ بابا شويك ما سالتنيش علاش انا وحدي؟ تحب تعرف ماما وميامي فين مشاو؟ باهي تو نسالك وين مشاو؟ مشاو يعملوا في طلع السونتر. شنو؟ ما تقوليش امي زاده باش تدخل شريكه معاهم في هالمشروع. مش خص خلي وحده تمد ساقيها وتتنفس. قول تعبد التلفزه ليل ونهار. تعرف المشروع هذا خايف منه لا يهمل لي بناتي على قرايتهم. اسمع بابا كنت تحب تتسبب بينا باش يبطل المشروع بتاع ماما ما يسالش راه اش قولك ندوب السنه ونقول الكل من المشروع. انت 1000% نوتاتك خايبين. لا والله نفدلك معاك والله. متاكده؟ تعرف بابا انت مشكلتك معانا وماما ما عندكش فينا ثقه باش ننجحوا. باهي يا مادموزيل فرويدات ان شاء الله انت وامك تكذبوا التكهنات نتاعي. سبعون بار امشي شد فرشك بار. والله قلت لك عزوزتي عزوزتي مهم دك سبح على اخي سبح على اخي خلت جنات سبح على اخي سبح على اخي. اسمع منو هكا عود عيط لي مدام جنات.
جبت له على الخدمه اللي هاي قاعده نستنى فيه باش يزيد يتعشر شويه بالنور ونقول له اسمع باش تقنعه قول له اللي الخدمه الروت عابل. يا زينب يا زينب بعيشك توا لازم منه هالمشروع هذا ها؟ وكي تطلع الحكايه ريسكي ترسيني تصرف في فلوسك هكاكا من غير ما الامور تمشي وتزيد تضيع دارك وصغارك. سلومه بربي قل لي قديش يزمي ننقص يا ناساس كل خدام باهي قص علينا هالهضره. زينوبه بنيتي يزيك من الخدمه حتى عينيك توا تتعب راه اني قريب نكمل امي فاديله. سلومه انت مشيت شفتوا المحل؟ والله شره ما مشيتش يا امي وما نحبش نمشي. بنيتي ربي يوفق يعيشك أمي. أما كان تسمع كلامي تعمل جنينة صغيرة في المدخل. ليه عادي باش تتكلف لي راه وبالمجد على خاطر حتى الزليز يلزمو حكا باهية. ليه مش وقته في العقل. أما الحاجة الأولى اللي يلزمك تعملها تجيب حد يصلح لك الضوء اشتر المفاتح ما يخدموش راه. إيه بيان سور واه حتى نجيب الباجي عادي عليهم عشوية. هاي تصبح على خير. تصبح على خير. أمان أمان يا زينب الكلام هذايا مش قلته لك انا قبل ما نقدوا الجنينه ونحكوا زليزه. لا ولا وقت اللي جبت الباجي باش يكمل الانستالاسيون تاع الدار قمت تعاير فيا. اي مش كيف هذه دارنا والاخر محل تجاري. قول على خاطر في دارنا انا اللي نكح اما في محلك انت تصرف. هيا تصبح على خير. على خير. صحة سيدي. تبارك الله عليك عزوزي ما ليديات عندك بالحق سبعونة. عجبك المساجة؟ شنو عجبني المساجة؟ بالعمل الأسفل روحي برخي كوش علي ساجي بلاستيك معبي بالبن. قولي عزوزي انت علاش يوم بذاتك يا عبي تعملي مساج؟ ليه حتى شيء اما هكا شفتك متقلق وتعب قلت خل نزدك شويه باش ترقد مرتاح. عيشك عزوزتي اما كل ليله تعب راني. تعرف سبعونه مساج كيف هذا في السونتر اللي باش تحلو نانا واختي زينب وفوفا الكليونات يدفعوا عليه 30 دينار. يستحق بالحق مساج كذا يستاهل 30 دينار. عادينا قلت ايش قولك لو كان نولي انا نمسد عندهم هكيك نعبيوها بالفلوس. شنو وانا نقول شنو تعملي في المساج الحكايه دي تنساها. سبعون هكا شعلت في عزوزتك. امان سبعون تي تتهنى انا راني باش نمسد لنسيك هاو رجال لي ايش نولي فيها هذي. كي نسى بركه ما ميسالش والبيبيات نخليوهم عند امي فضيله. استنى ساعه كي انت باش تمسد نسى بركه الرجال شكون باش يمسدوا؟ يا اخي وين نعرف انا؟ تو يجيبوا طفله اخرى. شو عزوزتي نولي ساعات نخطف روحي بعداكم نعمل مساج ببلاش بعد انا ولد الدار. نعم بابا مين جرب قرب للطفله الاخرى لما نمزك بتريحه انت ويا وبليش زاده. شوف لي حل 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 شوف لي حل